إلى الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب المحترمين، نظرا لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه، ندعوكم لتقديم ترشيحاتكم الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ابتداء من اليوم ولغاية جلسة يوم الخميس الخاصة بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، وتقدم الطلبات إلى مكتب مقرر مجلس النواب العراقي الأول النائب نيازي معمر أغلو. تشكر لرزاق أغلو.